ربحتي معنا سيارة إن شاء الله. مش بصح ولا كتسناو ديالك وكنتي واحد من الناس اللي فاز معنا بهذه الدرجة نارية. أنا سي سارة، صحتك وراحتك ومبروك عليك يا خمسة وخميس عيال. أنه كيعطيوك كاسك خوذة مجانية. السلام عليكم حبايبنا، مرحبا بكم ألف مرة. فيديو جديد، حلقة جديدة، وهذه المرة عن تأمينات كريمة الكرام، وكالة ديال ليسيرونس. اليوم إن شاء الله كاينة عروض رائعة. طبيعة الحال مدينة مراكش كنعرفوها باللي فيها أصحاب الدراجات بواحد الكثافة، ما يمكنش تلقى بشي دار مراكشية ما فيهاش موتور ولا جوج ولا ثلاثة. كتلقى الناس عندهم طوموبيل وعنده موتور ضروري، يعني واحد الحاجة اللي ضرورية في الدار بحالها بحال المراكول تقريبا. فإذا مرحبا بكم وألف مرحبا. كريمة الكرام اللي كاينة في عيني الطي، عيني الطي باين واضح العنوان، اللي كتشوفوا رومبوان ديال باب الخميس، اللي كتم جاي طوالة، كتلقى كريمة الكرام حدا هذا المختبر ديال عيني الطي، مختبر ديال التحرير معروف هنايا، يعني قبل ستاسيون قبل الفيروج، قبل ستاسيون وقبل الفيروج. أشنا هي العروض اللي دايرة كريمة الكرام؟ العروض اللي دايره هي اول حاجه انك ملي كتجي دابا كتقطع على سيرونس ديال الموتور او الطوموبيل، كيعطيوك معاه واحد البون داشا ديال المازوت او ديال ليسونس. هاد البون ديال ليسونس ملي كتقطع على سيرونس على حسب شحال قطعتي يقدر يوصل حتى ل 50 درهم، يعني بون داشا كتمشي للتوتال اللي كاينه حداهم هنايا قريبه ليهم، كتصرفوا ايسونس. بغيتي 10 درهم ديالها منه، بغيتي المهم القيمه ديالو توصل حتى ل 50 درهم، هذا فيما يخص الماطر. وكذلك انه كيعطيوك كاسك خوذه مجانيه، وماشي غير هذا البون داشا اللي كاين، حتى الكاسك خوذه، كاين الكاسك حتى هو كيعطيو ليك هديه، وكاين كذلك الجائزه اللي كتشارك في القرعه ديالها مباشره من بعد ما كتقطع لا سيرونس، واللي الجائزه ديالها عباره عن دراجتين ناريتين، جوج ديال الماطر من اخر ما كاين دابا في الميطرات، يعني شي حاجه نوفل كوليكسيون واخر ديزاينات، وحاجه اللي هي ممتازه. كاين كذلك اصحاب السيارات، اصحاب السيارات اللي عندهم حتى هما بون داشا كيوصل حتى 300 درهم ديال المازوت، اي 300 درهم ديال المازوت على حسب شحال ديال لاسيرونس قطعت، ومباشره كتشارك في الصح القرعه الكبرى ديال السياره واللي هي هذه. اليوم ان شاء الله كريمة الكرام كتهديكم دراجتين وسياره كهديه وجائزه للناس اللي كيقتنيو من عندها او لا اللي كيقطعوا عندهم لاسيرونس. اليوم غنشاركوا معكم الاجواء ديال سحب القرعه، وغنشوفوا كذلك غادي يجيو ان شاء الله الرابحين، وغادي نشوفوا معهم ان شاء الله كذلك عن الاجواء ديال الاحتفال والاجواء فاش غادي ياخذوا الهدايا ديالهم ولا الجوائز ديالهم. خليكم معنا، مرحبا بكم والف مرحبا. ورا هذه العروض هذا مازال مستمره، اي واحد بغى يقطع لا سيرونس يجي عند اقصى تامينات كريمة الكرام اللي كاينه في عين الطي. مرحبا بكم ويا بينا. السلام عليكم، مرحبا بجميع المتابعين صفحه تامينات كريمة الكرام، ومرحبا بزملائنا الاوفياء. كيتسنى وعدتكم تامينات كريمة الكرام بالطنبوله اللي هي عباره عن سياره وكذلك دراجتين للفوز. اليوم وفات معنا تامينات كريمة الكرام بالوعد ديالها، وغادي يتم اختيار الفائزين اللي حلفهم حد في هذه المسابقه بحضور الاستاذ والممثل مصطفى زهر، وكذلك مدام رقيه ممثله الزبناء، وكذلك مدام كريمه الكرام، وما ننساوش استاذ مسيو عبد الحميد شوقي ممثل تجاري، وكذلك ما ننساوش الاستاذ عبد الحميد شوقي ممثل تجاري من شركه اقصى. الان غادي ننتقلوا شكون اللي حلفوا من حظ لهذه المسابقه هذه الطنبوله اللي هي عباره عن سياره، وغادي يكون استاذ مصطفى زهر هو اللي غادي يتم اختيار الثقه الفائز. شكرا. نقراو الاسم ديالو. هي الاسم مدام نورا وجبلي. اسم مدام نورا وجبلي.
الو السلام عليكم. السلام. صافا سيدي لاباس عليك؟ الو. وين لا نورا؟ معايا لا نورا وجبلي. معاك لاسيرونس ديالك. الو. الو. وي لا عافاك يا ريت الا قدرتي تحيدي من حدا الصداع. انا قلت لك معاك ها نسمعك معاك اسيرونس كريمه الكرام ديال اقصى عين الطي اللي كتسوري عندنا. واش هذاك اللي حدا تجاري؟ لا اي لا ماشي حدا تجاري اللي في الطريق ما كتجيش عندنا واقيلا انت عمرك ما جيتي كيجي غير الاخ ديالك. عندكم انا كنصيفط لا نورا عيطنا لك اليوم باش نقولوا لك راكي ربحتي معنا في الطنبوله. ربحتي معنا سياره ان شاء الله. واش بصح ولا كتفلاو؟ وعلى غنعيطوا لك دابا لا نورا باش نتفلاو عليك؟ ها؟ واش ما بصح مادام؟ والله الا بصح مادام. ويلي. وانت تتشوفي. ما تخافيش ما غاديش تكون جوي غادي تكون ني الطوموبيل ديال بصح. الان غادي نكتب صح الفائز الدرجه الثانيه الاولى. لانه معليش انه كاين جوج درجات ناريتين. تفضل. شكرا. عجيتم اختيار الفائز نتمنوا انه يجاوبنا. محرشه شرف. وكيف العاده غادي نربطوا الاتصال محرشه شرف نتمنوا انه يجاوبنا. كربطوا الاتصال بالسي شرف التليفون ديالو كيصوني. الو. 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير سيدي لاباس عليك بخير؟ الله يحفظك. معك تأمينات اقصى كريمه الكرام اللي في عين الطي. ايه كلا صوره. اييه كيداير سيدي لاباس بخير؟ الله يحفظك. عندي هنايا اسم ديال شرف محرشه. مرحبا سيدي. مرحبا سيدي. انتما التأمينات كريمه الكرام الطنبوله اللي هي عباره عن دراجه ناريه وتم اختيار ديالك وكنتي واحد من الناس اللي فاز معنا بهذه الدراجه الناريه. مبروك عليك سيدي. الله يحفظك. ساكن هنايا قريب لعين الطي. انا عايش في الجيوب. سيدي واخا سيدي مرحبا بك الا كان ممكن تفضل عندنا تجي عندنا هذه العشيه ان شاء الله باش تتاكد بانك كنتي واحد من الفائزين بهذه الطنبوله هذه. واخا ان شاء الله دابا نجي لها. مرحبا بك سيدي. مرحبا ومبروك عليك. الله يعطيك. مرحبا. كيف كتلاحظوا معنا انه تم اختيار الفائز الاول باسم محرشه شرف واتصلنا به وغادي يحضر معنا ان شاء الله باش يتاكد بانه واحد من الفائزين بالدرجه الناريه الاولى. والان غادي ننتقلوا لاختيار الفائز الثاني بالدرجه الثانيه. غادي يتم اختيار من طرف استاذ مصطفى زهر. تفضل. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على الموقع حنا كنتواجدوا في عين الطي وبالضبط بالقرب من مختبر التحليلات الطبيه. الان تيتم اختيار فائز بعد فكاش هشام. سيد فكاش هشام. كيف العاده غربطوا الاتصال سي فكاش هشام. ونعود نذكركم بانه العروض مازال متوفره. السلام عليكم. وعليكم السلام. شي هشام لاباس عليك؟ لاباس عليك. معك اسيرونس اقصى كريمه الكرام. مرحبا سيدي. نظمت تأمينات كريمه الكرام الطنبوله اللي هي عباره عن دراجه ناريه وكنتي واحد من الفائزين. واخا. مبروك عليك سيدي. بارك الله فيك. مرحبا حتى تجي عندنا ان شاء الله. انت الفائز الثاني اللي فاز معنا بالدراجه الناريه. بارك الله فيك اختي. بخير. مرحبا. اسيرونس اقصى كريمه الكرام اللي كاينه في عين الطي اللي كنتي جيتي سولتي عندنا فيها. اييه. مرحبا بك سيدي. ياك عرفتينا بعدا. لا عرفت.
مرحبا بك، مبروك عليك. الله يبارك فيك. مرحبا سيدي. كيف ما شفتوا معنا في السحب ديال القرعه كانوا معنا ثلاثه ديال الفائزين، كاينه دراجات ناريتين وكاينه سياره. بالنسبه للسياره فكانت الاخت الاسم ديالها نورا هي اللي كانت رابحه السياره، كاين شي ظروف خاصه خلاتها باش انها ترسل لنا الاخ ديالها الاخ ياسين. مبروك عليكم، مبروك على الاخت ديالك السياره، الله يحفظك. وكاين كذلك السي شرف اللي ربح معنا دراجه من الدراجات، الله يحفظكم، مبروك عليك، الله يحفظكم، الله يحفظك. نعم شتا انت السي بارك الله فيك هشام، بارك الله فيكم، الله يعطيكم الخير، مبروك عليك. نعم بارك الله فيك، الله يحفظكم. سي ياسين، شحال هذا انتم كتسوريو عند كريمه الكيره؟ تقريبا شي 3 سنين. 3 سنين؟ اييه. على ما بان لي كاع السيارات ديالكم كتسوريو هنا. كل شيء كنسوري هنايا. مزيان، ما عندي ما نقول. انت السي شرف شحال هذا انت كتسوري عنده؟ انا يلاه بديت، يلاه بديتي، ماشي قديم. مبروك عليك يا سيدي، ماشي قديم، يلاه. انت سي هشام؟ انا اول مره سريت هنا. اول مره؟ والله الا اول مره بالله. اسيدي الله يسخر، يعني كاينه المصداقيه. ما عندي ما نقول. ايوا لا الله يعني. كيف ما سمعتوا كريمه الكرام، ماشي غير حيت كاينه الاقدميه راه غادي تربح، ولا الناس هما غير اول مره شاركوا ولقطوا على سيرونس وشاركوا وما ربحوا. وكذلك السياسي اللي قال لي كل شيء عنده مسؤولين مع الكريمه الكرام، يعني كنقولوا كل شيء، يعني السيارات ديالهم ولا الدراجات ولا الديور ديالهم ولا اي حاجه كيسريوها. فاذا مبروك عليكم، وسمعونا شي حاجه لهاد الناس. ونبداو دابا نعرف بركه الله. كما شفتوا معنا سويرتات، ها هما طوموبيل وجوج مطر، ها هما كيف ما وعدناكم. نسلموا الجائزه الاولى اللي هي عباره عن دراجه للسي شرف. انا السي شرف، صحتك وراحتك ومبروك عليك يا خمسه وخو مسعيد. سي شرف، شنو تقدر تقول للناس اللي بغا يسوريو المطار ديالهم الطوموبيل ديالهم؟ وانا تنشكر هاد التامينات ديال اكرام كريمه، كريمة على كريمه الكرام. نعم. على هاد المجهودات اللي دارت. نعم. وهادو هي لاسورانس اللي تيبغيو الناس في مراكش بحال هاد الجائزات، عاوتاني المواطنين. راه كنا حنا في لاسورانس ما عملنا حنا حتى ذاك التيت. اول خطره جيت انا لهاد لاسورانس وتفاجئت، كاينه المصداقيه زينه والناس يتعاملوا. الله عمرها دار لا من الموظفات ولا من كل شيء. نعم. ولقينا راه اول خطره انا سوريت. نعم. تحولت مع لاسورانس، جيت هنا فاجئوني. والله الا فاجئوني بالله، الله يعطيكم الخير وعقوبه عليك مره اخرى. الله يحفظك. ونسلموا الجائزه الثانيه، هي عباره عن دراجه ناريه للسي هشام. سي هشام صحه وراحه ومبروك عليك. Whoa!
سي هشام مبروك عليك. نعم الله فيك. شي كلمه واش بين نقول لك اخويا، راه كاينه المصداقيه راه ملي سوريت. نعم ماشي نفاق ولا شي حاجه، اول مره في التاريخ. والله العظيم مبروك عليك. نعم والله يعطيكم الخير. ساكن في المدينه القديمه. المدينه القديمه كاع لا صورانصه ديال ايوا اخويا، هاد الناس يتعاملوا مزيان صراحه. الله ماشي نفاق ولا شي حاجه. مبروك عليك ولا مبروك عليك المره اخرى ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم. ودابا نعم الله يحفظك. ودابا ان شاء الله كاينه الجائزه الكبرى اللي هي عباره عن سياره كما كتشوفوا، كيف ما شفتوا معنا السياره، فهي من نصيب الاخت اللي كانت محظوظه وما توفقاتش باش تكون حاضره معنا اليوم لظروف خاصه. حاضر معنا الاخ ديالها سي ياسين. مرحبا بسي ياسين. اجي ها هو سي ياسين، هو اللي مكلف بالتسليم، اللي غيتسلم الجائزه. ها انت سي ياسين مبروك عليك، وبلغ لينا السلام الاخ ديالك لالا نورا. اذا اعطينا شي طريح لالا نورا سيدي ياسين. نورا مسراراوي الورده بالكاس. إذن تحية لكم، تحية لسي ياسين. مبروك عليك سي ياسين. شوف لما قلت لي الاخت ديك انك انت ديما اللي كتجي كتقطع لها سيرونس كاع الطوموبيلات ديالك. اي حاجه كنجي هنايا من 2020. 2020 يعني التجربه ديال ثلاثه السنوات. تعاود لنا ولا تعطينا واخا غير كلمه لهاد الناس كيفاش كنتعاملوا. الناس هادو الله يعمرها دار، من اول مره جيت كتعاملوا معايا مزيان صافي. من تما حاولت نغير كل شيء اللي عندهم. غير كل شيء اللي عندهم. تبارك الله عليك سيدي ياسين. مبروك عليك ومبروك ديما تشوفوا. نشوفوا ياسين كذلك معنا، علاش لا يكون حتى هو من المحظوظين مره اخرى. وتحيه الاخت ديالك سلم لنا عليها بزاف. شكرا وشكرا للسي هشام كذلك. زيد السي هشام معنا هنا، زيد السي شرف. اذا شكرا لكم كاملين، وحظ موفق ان شاء الله للجميع. وما تنسوش باللي العروض ديال كريمه الكرام مازال مستمره ان شاء الله، وطيله السنه كاينه عروض اخرى ماشي غير هذه العروض هذه. تامينات كريمه الكرام تترحب بجميع المراكشيين. خليناكم على خير ومبروك عليكم. السلام عليكم. انا شطريه.